هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب. الحمد لله الحميد المجيد، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أقول وخير مما أقول وكما أنت به تقول. لك الحمد بمجامع الحمد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وسجدت له الجباه، رغمت له الأنوف وذلت له الأعناق، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، جار المستجيرين وأمان الخائفين وملاذ الهاربين وظهر اللاجئين. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية، فمن نظراء والأشباه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صلوا عليه. كنا ضلالًا فهدانا الله به، وأذلةً فأعزنا الله به، وعالةً فأغنانا الله به. لو نطقت الأحجار وتكلمت الأشجار وخطبت الأطيار لصلت على النبي المختار. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوه والمختار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله، صل عليه وآله صلاةً لا تعد ولا ترد ولا يحصيها أحد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبعد، فيا أيها الآباء أيها الإخوة الأعزاء، في هذه الخطبة نتناول طرفا من صفات رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن ما زلنا في ذكراه العطرة، ما زلنا في شهر مولده صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن نتذكر أو نذكر الناس ببعض صفاته وشمائله صلوات ربي وسلامه عليه. خلق الرحمة، لو أننا تأملنا هذا الخلق الذي جمع الله من خلاله لسيد الخلق بين اسمين من اسمه، ما جمع الله لأحد بين اسمين من اسمه إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. واسمعوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى، واستمعوا إلى هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرئ أنفسكم، وقراءة الجمهور من أنفسكم، أنفسكم يعني أفضلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، وربنا تبارك وتعالى رؤوف رحيم. فتأملوا كيف جمع الله لسيد الخلق بين اسمين من اسمه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة. أليس هو القائل والحديث عند الحاكم في المستدرك: أنا رحمة مهداة؟ أهداها الله عز وجل لهذه الخليقة، أهداها الله عز وجل لهذه البشرية حتى يخرجها من الظلمات إلى النور. قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين المراد بذلك كل عالم تراه عينيك وكل عالم لا تراه عينيك، كل ما ظهر وكل ما بطن. عالم الحيوان، عالم الطير، عالم النمل، عالم الحشرات، عالم الإنس، عالم الجن، كل هذه عوالم. فإنما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لجميع العالمين. حتى ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قال: يا أخي يا جبريل، هل أصابتك من رحمتي شيئا؟ هل أصابتك من رحمتي شيئا؟ قال: نعم، كنت خائفا من سوء الخاتمة، حتى أمنني الله عز وجل بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. قال: فلما نزلت الآية كنت مشفقا، فهدأ روعي بعد نزول هذه الآية. رحم الله الخلق بسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو أننا تأملنا رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأملوا هذا الحديث، وكثير منكم ربما لم يسمعه إلا لأول مرة. السيدة عائشة تسأل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: ما كان النبي فارغا قط، كان يعمل، إما أن يخصف نعلا لمسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. صلوات ربي وسلامه عليه، النبي الخاتم يخيط ثوبا لأرملة ويخصف نعلا لمسكين. تأملوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بكل أصناف الخلق. ولعلنا من خلال ذلك في عجالة خاطفة نقف عند بعض مواطن الرحمة ومنابع الرحمة في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أولا بالأطفال، فكيف كان يتعامل مع الأطفال؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي رواية أنس قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله. لم يكن هنالك أحد أرحم بالعيال من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هل دار بخلدكم أن رجلا أو نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخفف في الصلاة ويطول فيها من أجل طفل؟ انظروا إلى هذه الرحمة، يقول: إني لأريد أن أطول في صلاتي، فأسمع بكاء الطفل الصغير فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه. تأملوا كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتي بسبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض السبايا، نظر إلى امرأة وقد احترق قلبها بكاء وعويلا، سأل النبي عنها، قيل: يا رسول الله، لقد بيع ولدها. قال: من باعه؟ قال: أسيد الغفاري باعه في سوق بني غفار. قال: لتركبن الآن ولتأتيني به. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة طارت هذه الكلمة مثلا سائرا على جبين الدهر، قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة. تأملوا في ساحات المحاكم بعض الرجال لما يبعد الأبناء عن أمهم والعكس، تأملوا هذا، وهذا السلوك النبوي وهذه الرحمة. لما هاجت الرحمة من بيوتنا أصبحت الحياة
صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لما دبت القطيعة والقسوة لك أن تتحدث عن أي شيء نعيش في هذا المجتمع. لما دبت القطيعة أو دبت القسوة في مجتمع الغاب، نحن الآن ربما مجتمع الغاب يأنف أن يفعل بعض الأفعال التي يفعلها بني البشر. تأملوا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، هل دار بخلدكم أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يداعب طفلا صغيرا ويربط على كتفه ويجبر خاطره، لأن الطفل الفطيمة قد مات عصفوره الصغير، ويأتي إليه صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ قال: لقد مات طائري يا رسول الله. يشاركه وجدانيا في أحزانه وأفراحه وأتراحه. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يتعامل مع النساء؟ صلوات ربي وسلامه عليه كان أرحم الناس بالنساء، والدليل على ذلك لما كان أنجش يغني للإبل وتسرع الإبل فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أنجش رفقا بالقوارير. شبههن النبي عليه الصلاة والسلام في رقتهن بالقوارير. تأملوا، ثم يقول: إني أحرج عليكم الضعيفين، ألحق الحرج وألحق الذنب بالضعيفين. وما الضعيفان؟ المرأة واليتيم. ولذلك صدر الله سورة النساء بالحديث عن النساء واليتيم، لأن النبي حذر أشد التحذير من ظلم المرأة وظلم اليتيم، وهذا ما ورد في سورة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالنساء، وقد تكلمنا في خطبة سالفة عن معاملته مع أهل بيته. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالخدم البوابين دلوقتي، كيف كان يتعامل مع البوابين؟ بعض الناس يتعاظم على البوابين كأنه اشتراه من سوق عكاظ، وبعض الناس يشتري ويبيع في البوابين. تأملوا كيف كان النبي يتعامل. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم. خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان، ألم يقل الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض سخرية ليتخذ بعضكم بعضا سخرية؟ من الذي سخره لك؟ من الذي سخره لك؟ هو الله عز وجل. فعلى هذا الأساس كان يتعامل مع الخادم عليه الصلاة والسلام بالرحمة: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسى أو يلبس. هكذا كان يتعامل. بل أبو مسعود البدري يذكر حديثا قال: بينما أضرب غلاما لي سمعت صوتا يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فمن شدة الغضب لم ألتفت للصوت، فكرر الصوت مرة أخرى، فإذ هو رسول الله يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال: فألقيت السوط من يدي وقلت: هو حر لوجه الله يا رسول الله. يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، كم أعفو عن الخادم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كرر السؤال فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم سأله ثالثة قال: 70 مرة. وكلمة 70 كانت العرب زمان إذا أرادت أن تكثر أمرا قالت 70، وبمثل ذلك نطق القرآن الكريم للمبالغة يعني. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، كناية عن المبالغة في هذا الأمر. كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ كيف كان يتعامل مع أعدائه؟ أعداء النبي عليه الصلاة والسلام رحموا برسالته، حتى الكافرين، حتى الكافرين رحموا. وهنالك ما يعرف الآن أدبيات الحرب عندنا في الإسلام. الإسلام حرم النبي عليه الصلاة والسلام
قتل الشيخ الكبير في الحروب، أو قتل الأطفال، أو قطع الأشجار، أو قتل البهائم لغير أكل، هذا كله من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أننا صدرنا للغرب هذا المفهوم، رحمة النبي وإنسانيته عليه الصلاة والسلام، لطرق الإسلام أبواب أوروبا. ولكننا للأسف نصدر التشدد والتنطع والخلافات المذهبية، وصرنا خنجرا في ظهر الإسلام. بل أقول كما قال شيخنا الغزالي رحمة الله عليه: إن الإسلام ابتلي من أبنائه أكثر مما ابتلي من أعدائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فما زلنا مع طرف من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ينابيع الرحمة في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى. لو أننا تأملنا رحمة النبي بأمة الإسلام، لما خرج صلوات ربي وسلامه عليه لصلاة التراويح، ثم اجتمع الناس في الليلة الثانية، ترك صلاة التراويح في المسجد بالكلية، وهذا رحمة بأمة الإسلام. قال: خشيت أن تفرض عليكم. تأملوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كما روت أمنا عائشة، والحديث عند النسائي في السنن، قال: رأيت النبي يدعو يوما، فقلت: يا رسول الله أدعو لعائشة. فرفع النبي يده وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى سقطت رأسها في حجرها، أو سقط رأسها في حجرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، والله هذه إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، دعوتي لأمتي في كل صلاة. النبي يدعو لكم أن يغفر الله لكم ما قدمتم وما أخرتم وما أسررتم وما أعلنتم، كل ذلك في كل صلاة. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قول عيسى، والحديث صحيح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قول عيسى عليه السلام. وقول إبراهيم حينما تحدث عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فيرفع يديه ويقول: أمتي أمتي. ينزل جبريل عليه السلام بأمر من الله، وهو أعلم بما يبكي محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: قل له: يا محمد، إن الله سيرضيك في أمتك ولن يسوءك أبدًا. إن الله سيرضيك في أمتك ولن يسوءك أبدًا. وبمثل هذا تمثل القائل الشاعر حينما قال: قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشاك رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. عند آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أرجى آية في القرآن الكريم هذه الآية في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. جعفر بن محمد قال: أرجى آية، ونقلها عن علي رضي الله عنه، أرجى آية في القرآن الكريم هذه الآية. ليه؟ لأن النبي لن يرضى وواحد يخلد من أمته في النار أبدا. وهذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجر، مع الشجر؟ كيف كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه مع الطير، مع البهائم؟ كل هذه من رحمته. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما الصحابة في سفرة أو في غزوة، وأتت حمرة
الحمر هو الطائر الصغير قريبا من العصفور، فرفرف بجناحيه حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها وقد أخذ الصحابة فرخيها؟ قال: ردوا إليها ولدها. أخذت ترفرف. من علم هذه الورقاء وأخذ هذا الشاعر حينما عبر عن هذا المعنى الرائق الرقيق الرقراق؟ قالت: قال الشاعر: جاءت إليك حمامة مشتاقة تسعى بقلب صب واجف. من علم الورقاء أن مكانكم حرم، من علم الورقاء أن مقامكم حرم، وأنك ملجأ للخائف، وأنك ملجأ للخائف. من علم الطائر برحمة النبي عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الجمل، حن إليه الجزع حنين العشار، يعني الحامل في العاشر من الإبل، بكى هذا الجزع حتى احتضره النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم يسمعون. كل هذا طرف من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. بل رحم النبي المنافقين لما استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي انسحب بثلث الجيش في غزوة أحد، والذي سب عائشة رضي الله عنها وخاض في عرض بيت النبوة. هذا الرجل لئيم الطبع خبيث المنبت، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي هذا الشخص عبد الله بن أبي بن سلول نزع النبي رداءه وكفنه فيه جبرا لخاطر ولده، ثم أخذ وكبر ودعا واستغفر له، حتى جاء عمر وقال: يا رسول الله، أتستغفر لهذا المنافق؟ قال: تنحى عني يا عمر، إن الله قد خيرني فاخترت. قال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كل ذلك من رحمته حتى بالكفار. لقد أصابت رحمة النبي الكفار، فمنعوا من العذاب وحبس عنهم العذاب بوجود سيد الخلق. وصدق ربي تبارك وتعالى حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. تمثلوا برحمة النبي، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والشقي هو من نزع الله الرحمة من قلبه. وهل وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. والإنسان الرحيم قريب من الله ينتظر رحمة الله. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله تبارك وتعالى بأحب أسمائي إليه أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط كل شيء، وبقدرتك على كل شيء، نسألك اللهم أن تغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج عنا وعن كل مكروب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن مصر البلاء والغلاء والوباء، اجعلنا في كنفك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الزلازل والمحن، ارفع عنا السيول والبراكين والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف كل مريض منا، وعاف كل مبتلى، واهد كل ضال، ردنا وسائر الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم أعط كل سائل في جمعنا ما سألك في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة
في النفس لما تلقينا الصباح.